انت ليه محسسني انه انا واهلي قاعدين نجي وراك عشان تتزوجني؟ ليه محسسني انه احنا خايفين العريس يضيع مننا؟ افهم من كلامك انك ما تبي خايفه. خايفه من ايش؟ من ان العريس يضيع منك. مضي انا ما فتحت معك هالموضوع عشان نتهاوش. انت عارف اننا عند كلمتنا، امي صدق كانت مستعجله بالزواج، بس هالظروف اللي ما يعلم فيها الا الله هي اللي خلتنا نأجل. منصور حبيبي، أنا شايفة الظروف ومقدرتها، وعشان كذا أنا ما فاتحتك بالسالفة، وحتى أهلي ما تدخلوا. بس هالمرة أنا اللي بفتح طاري الزواج، وهذا مو معناته أن بكرة بنتزوج، بس يعني نبدأ نرتب المواضيع البسيطة والمهمة اللي تهم العرس. صدق؟ إيه صدق. لا لا لا، هذه لحظة تاريخية بالنسبة لي، لازم لها تتوثق ولازم لها سناب شات بعد. حنا وش اتفقنا عليه؟ يا بنت الحلال وش اتفقنا عليه؟ أقول لك بلا سناب بلا انستغرام، وش الخرابيط دي؟ حبيبي احنا اتفقنا انه اسوي لي الأهل والأصدقاء، وأنا صحباتي حينبسطوا لي. بليز لا تحمني، خليني أبسطهم. هاي سناب، عندي خبر لكم حيبسطكم ويفيحكم زي ما بسطني وفرحني. أنا وخطيبي قررنا إنه اليوم نبدأ ونتكلم عن التفاصيل المهمة في حياتنا واللي حتكون مستقبلنا مع بعض. قصري صوتك.